كابتن طه، يمكن احنا معانا زي ما انت سمعت حق الجماهير، بنتكلم مع الناس بنقول لهم ايه رايكم في الكابتن طه اسماعيل. في ناس اللي هي شافتك وانت بتلعب، وناس شافتك وانت بتحلل، وناس شافتك وانت مدرب. تعال نسمع نشوف الجماهير هتقول ايه على كابتن طه اسماعيل. الشيخ طه اسماعيل ده علامه من علامات كره القدم المصريه، احنا نعرفه من زمان، راجل ذوق واخلاق ولعيب من الطراز الاول. الشيخ طه اسماعيل هادي جدا في نقده وتحليله، هادي جدا جدا، وبيتكلم بصراحه، ما عندوش ميول لا هنا ولا هنا، بيتكلم في منتهى المنطقيه والعقل. طبعا افتكر الكابتن طه اسماعيل او الشيخ طه اسماعيل، ودلوقتي الدكتور طه اسماعيل، كلاعب وكمدرب ومحاضر، يعني تاريخ وتاريخ مشرف. بس كله طبعا ماتش الاهلي والزمالك وتوتنهام، ده كان من الاعظم الماتشات اللي احنا نذكرها، رغم احنا كنا صغيرين، لكن ده علامه بارزه وقيمه وقامه. الدكتور طه اسماعيل يعني مهما قلت مش هديله، مش هفيه حقه، يعني سواء في الاخلاق او في الالتزام او في اللعب او 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 او. فاحنا بنتكلم عن شخصيه يعني فذه بصراحه، يعني ربنا يديله الصحه والعافيه ويمتعنا دايما بتحليلاته. انا شايف ان هو احسن واحد بيحلل الكوره في مصر دلوقتي. يعني في حد ينسى الشيخ طه اسماعيل؟ انا بحب دايما اقول الكابتن طه اسماعيل، كلمه كابتن مقرونه باللاعب. الشيخ طه اسماعيل دي ممكن تودي الناس في حته تانيه، الاحترام والادب وايام الزمن الجميل والحرفنه وكل ما انت عايزه تقول يقول. فدي حاجات كتيرة قوي 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 يعني، بس ذكرى طبعا مش هتسعفني عشان اقول، لكن لو جينا بصينا للسي في بتاعه كده، هو الوحيد اللي جمع بين الحاجتين، الحرفنة والادب والاخلاق والالتزام. انا فاكر له كل خير، واحب اقول له طبعا كل سنة وهو طيب وربنا ما يحرمناش منه. والشيخ طه اسماعيل طبعا غني عن التعريف، يعني الشيخ طه اسماعيل كان ملقب بقاعدة الصواريخ تقريبا، حاجة زي كده، واحسن لاعب هو واخد في مصر في اول الستينات تقريبا 61 و62، وكان من اللعيبه اللي مجهوده عالي قوي يعني، وفي التحليل ما فيش بعد كده يعني. الشيخ طه اسماعيل حضرتك يعني ده تاريخ لوحده، يعني تاريخ في كره القدم، من ايام ما كان من احسن المهاجمين الموجودين في مصر. كان الشيخ طه، كنا نفتكر كان احسن واحد كمان يجيب جون بظهره، كان يعني عارفه لما يكون يلف 180 درجة ويلف ويجيب جون بظهره بالكورة ويروح رازعها في المقص. فكان من أحسن المهاجمين أيام جيل كابتن صالح سليم والجيل العمالقة دول. طبعا الشيخ طه كبير المحللين في مصر يعني، وفي النادي الأهلي يعني تحليلاته كلها رائعة وواقعية ومنطقية. يا ريت يرجع يحلل تاني في قناة النادي الأهلي يعني. الدكتور طه اسماعيل قامة رياضية كبيرة جدا، لعب في الاهلي يمكن لمده 10 سنين، لعب حوالي 64 ماتش للاهلي، احرز حوالي 81 هدف، يعني يمكن هدف ونص في كل ماتش، وده يعني ده ما يعملوش الا لاعب كبير ولاعب متميز يعني. الدكتور طه اسماعيل كمان خد مع الاهلي يمكن حوالي 8 بطولات دوري، 3 بطولات كاس. الشيخ طه اسماعيل طبعا ببعت له تحياتي وتحياتي للكابتن مصطفى عبده المجري حبيبنا وحشنا. طبعا الشيخ طه ده قيمه كبيره وقامه كبيره، محترم متزن، راجل شيخ المحللين، بنستمتع بالتحليل بتاعه في كل مكان، كل كلمه بيقولها بميزان. وطبعا اجيال محترمه واجيال كبيره، وكان لعيب كبير جدا، وكان بيجي لي كابتن صالح ومتع بقى الجيل اللي قبل مني بقى والدي، وكان بيحكي لي عنهم. فده قيمه كبيره، وربنا يديله الصحه ويخليه لينا ونستمتع بتحليلاته على طول يعني.